يا صباح الخير مرة تانية. كان الاهتمام بالشعر سابقاً حكر على النساء، ولكن مع مرور الوقت يا مشلين صار الرجل والمرأة يفكروا بشكلهم الخارجي على حد سواء. صحيح. الوقت تطور، التكنولوجيا كمان عم تتسارع، وصاروا الرجال يهتموا بمظهرهم وشكلهم وخاصة من ناحية الشعر. فصار الشخص يلي بيفقد شعره وبيلجأ لتركيب البيروك أو حتى الإكستنشن أمر عادي جداً، خاصة مع التقنيات الجديدة اللي حنتعرف عليها. صحيح، يعني بالأيام زمان كانوا يقولوا إنه معيب يعني هذا الشيء. نحطت بيروك. عن جد اليوم بهالحلقة بدنا نتخلص من كتير مصطلحات ممكن نحن نحكيها وتصير واقع بحياتنا. لهيك طبعاً صار في مراكز وصالونات بتهتم بهالموضوع بشكل كتير كبير، من بيناتهم صالون حسن نظام يلي رح يكون معنا موجود بالاستوديو لحتى يخبرنا أكثر عن الإكستنشن أو حتى البيروك وشو هي آلية تركيبها. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك حسان، يسعد صباحك. تجدد لقائنا بعد سنه تقريبا، ومن من سنه لليوم قلت لي صار في كثير تقنيات جديده. قبل ما نبلش بالحديث خلينا نروح مع المشاهدين لنشوف هذا الفيديو ونرجع لنبدا حوارنا. يعني اللي شفناه منيح انه في تقنيات وفي اشخاص محترفين عم يعملوا هذا الشيء. بتغشوا يا شباب، مو بس نحن بنغش، ديروا بالكم. بعض الشباب بعضهم. طيب خلينا نحكي بقى بالمفيد والمهم، لانه في كثير ناس هلا عم تتابعنا حابه تعرف شو الجديد. تمام، شو التقنيه اللي شفناها؟ هلا تقنيه التركيب الشعر هو صار هو التركيب صار من اهم شيء للشخص. اليوم نحن عنا الموضوع التركيب، عنا شيء صار مهم، صار في عنا تقنية جديدة، صار في عنا شيء قدر هو يرجع ثقته بحاله. أوكي، شو الجديد؟ يعني هلا كانوا قبل يعتمدوا مثل ما قالت مشلين البيروك اللي كتير فيك، اللي كتير باينة، اللي ممكن هو عم يدير راسه الشاب توقع منه. هلا نحن صرنا عم نستخدم شو المواد الموجودة؟ طبعا. الشعر الموجود شو طبيعته؟ هلا هو دائما كان التركيب الشعر هو دائما كان يكون يا الطريقة التجميلية يا اما طريقة تكون مرضية. اليوم نحن الطريقة التجميلية هي دائما ما بتاخذ انت حسب المساحة الشعر من فوق. وبتركب القطعة المساحة صغيرة، بتركب له اياها، بترجع له الشعر مثل ما كان من اول. كأنه طبيعي. الحالة المرضية هي وقت تكون عم تركب انت شعر الكامل لكامل الراس. هون ما بتطلع شغلة طبيعية. اما هلا نحن وقت نكون نحن بمرحلة التجميلية هي عم تركب انت القطعة بس من فوق. اوكي. بتاخذ هو الشكل الطبيعي لانه ما في عندك لا المساحة الكبيرة وانت عندك الجناب تبع الشعر بتكون نفسها موجودة جناب طبيعية ما عليها مشكلة منهم. هي التثبيت دائما بيكون عندها التثبيت هي إلى لاصق خصوصي. اللاصق دائما بيكون هو خاص وطبي.
ما بيأذي الجلد، ما له علاقة، لا ما بيأثر على فلوة، على فلوة الرأس. وهي الشبكة في إلى مسام بيقدر جلدة الرأس تتنفس منها وبتاخذ هواء والشمس وبيفوت لفروة الرأس كأنه جلدة الشعر الطبيعي، جلدة الرأس الطبيعي. حلو، وقد بتقعد على الرأس من دون ما نفكها؟ هلا هي المدة اللي بتضل ثابتة فيها على الشعر هو حسب اختيار اللاصق اللي انت بتختاره. تمام. هلا اللواصق، نحن في عندنا اللواصق الثابت وفي عندنا اللواصق المتحرك. اللاصق الثابت هو بيقعد معك من حد ال 20 يوم للشهر. تمام. اللاصق المتحرك هو بيقعد عندك بين الفترات بين اليومين ثلاثة للأسبوع. تمام. يعني فيه الشخص يلي بياخذ اللاصق المتحرك هو يتعلم الآلية ويعملها بالبيت؟ تمام. ايه بيقدر، ما عليها مشكله. هي لانه هي الوقت اللي يكون هو متحرك منقي هو القطعه المتحرك هو بيكون هو حابب انه يفكها بالبيت مثلا، او مثلا مو حابب يتحمم فيها بيقدر يفكها بس بالبيت، وبيقدر يرجع هو يركبها اي وقت بده اياه. اما الثابت هو عندك بمرحله، انت عندك من 20 يوم للشهر بتضل ثابته. هي إلى مواد خاصة وإلى يعني حسب إنه لازم يكون كل هالشهر يراجعنا لعنا ونحن بنفك القطع، نعمل رتوش، نعمل لها صيانة ونعمل لها كل شيء. تمام. ومرتب على هذا الوضع هذا. يمكن أكثر شيء ما كان حلو بالبيروكيا اللي كنا عم نحكي عليه هذا الخبط كله من الهواء، من الهواء يعني ما تستغربوا أبدا، يعني الجزر يلي ببين شوي فيك مو شوي كتير، ليش عم بقول شوي يعني بالبيروك أيام زمان. تمام. هلأ مثل ما شفنا بالفيديو لا كتير طبيعي مبين. تمام. مبينة كأنه فعلياً أنه هاي جزر الشعرة موجودة. كيف عم تقدروا تعملوا هذا الشيء؟ هلأ اليوم الشبكات الجديدة اللي نازلة هي من المنبت تبعها من قدام، هو بيجي من منبت الشبك. هو أنواع الشبكات بتجي ثلاث أنواع، عندك المنبت الشبك من قدام، وفي عندك المنبت من قدام بيجي جلد، وفي عندك الشبك الكامل. أوكي. الشبك اللي من قدام اللي بتيجي من قدام الشبك هي بتتركب على اللاصق كريم كريمي، بيتم التثبيت القطعه على جلده الراس. تمام. بلاصق كريم ما بيعطي سماكه. أوكي. اما القطعه اللي بتكون مقدمتها جلد هي بتعطي سماكه، هي بين البيروكه تبعها. تمام. اما في عندك انت الطبقه الثالثه هي اللي بتيجي الشبك الكامل. الشبك الكامل بيتركب على جلده الراس كمان بمادة اللاصق هو الكريم، بتثبت على فروة الرأس كاملة. هي ما بتعطي، لا بتعطي سماكة ولا بتعطي حيز ولا بتعطي فيها شيء. يعني حتى إذا واحد مثلا حط إيده مثلا عليها كذا بتلاقي ما في إلى منبس غير ما في إلى ولا في طبقة، اندماج. ما في علاوة ولا يعني طبقة ولا فيها شيء. هي دائما عم يستعملوها هن الفنانين أو الممثلين أو الشخصيات. الأسرار عندك أنت، إنه شو؟ الأسرار عندك تحت الهواء بتقلي. تمام. هلأ هون دائما هن يعني الممثلين أو المطربين دائما عم يلجأوا لموضوع التركيب، لأنه موضوع التركيب هو عم يعطي الحل الأسرع والنتيجة سريعة يعني، وبيعطيك الكثافة الشعر المطلوبة اللي بدك إياها يعني. صح. طيب اليوم بيسأل الشاب اللي بده يركب هاي القصة، أنا شو بدي؟ يعني لازم أحلق على الصفر؟ تمام. لازم أنا أستخدم مواد طبية قبل ما حتى أحط اللاصق؟ ممكن يصبغ شعره؟ اللون ممكن يختاره هو ويكون طبيعي؟ ممكن يكون في فرق ألوان بين لون شعره الطبيعي والشعر اللي بده يركبه؟ تمام. كيف بدنا نعالج كل هالقصص؟ هلا اليوم الشخص وقت هو بيعتمد على موضوع التركيب، هو قدام خيار كبير، عنده موضوع التركيب عنده خيارات كبيرة، لأنه عنده نسبة الكثافة الشعر، عنده نسبة اللون الشعر. تمام. عنده حسب إذا كان في عنده شعر شايب كمان بده يعني ينقي موضوع الشيب. نحن بنقدر نختار له اللون والكثافة على حسب هو شو بيلبق له. يعني إذا كان شعره هو خفيف لازم نحن نركب له، نحن قطعة الشعر لازم نركب لها قطعة خفيفة. يكون في عنده كثافة شعر نحن بنركب له الكثافة، بس وقت يكون في عنده نحن الألوان ما بتعتاز، نحن عندنا موجود كل الألوان، شعر اللون مثلا البني الأشقر الأسود، الألوان كل الألوان الطبيعية يعني. الشعر الطبيعي موجود. أما هو إذا كان مثلا بده يضيف عليها الشعر مثلا الشايب كمان بنقدر نحن نضيف له عليها، بحيث إنه نعطيه المنظر الطبيعي يعني يطلع شكله مثل يعني كأنه شعر طبيعي. يعني فيك على مظبوط، مو إنه فيك يعني لازم فيك. إيه نحن لازم نختار له اللون المناسب لإله. طبعا. يعني حتى ما بنقدر نحن نحط له مثلا لون اغمق من لون شعراته. وفي هالخيارات عندكم؟ لكن في عنا خيارات موجودة كتير. كلها هو دائما عمل لك وقت واحد بيعتمد على موضوع التركيب، هو بيعتمد على على شيء انه يعني يطلع بده يكون نتيجة كتير حلوة، انه تكون نتيجة تكون حلوة. صح. طيب. اكيد. بقى حكينا عفوا عن يعني اللي بيكون عندهم فراغ بمنتصف الشعر اكثر، السوالف بتكون لسه موجودة. طيب الاشخاص اللي هنا يعني على الاخر ما عندهم شعر
كمان بتبين حقيقيه كثير؟ لا هلا هون ما دام في صار في انه عندك قطعه الشعر بدها تركب كامل للراس اجباري بدها تطلع ما بدها تبين لانه انت صار في عندك الرسم السوالف ورسمه النقره ما بتطلع بالقطعه يعني تمام مشان هيك هي بتبين انه هون انه هذا حاطط اليوم هذا حاطط قطعه شعر او حاطط بيروك او كذا فهو هي الفرق بيناتهم بين هي القطعه وبين هي القطعه تمام حلو الحلو كمان انه يمكن مش لم تتصمم على قد فراغ الشعر تمام يعني مو كل الرأس فنحن شفنا بالفيديو اللي انعرض كيف عم تدرجوا انتم بعد التركيب في حلاقه وبتنقص هي وبيتحمم فيها الشاب يمكن وبينزل بيسبح فيها ما عنده مشاكل بيلعب رياضه كمان ما عنده مشاكل طيب شو الاخطاء المرتكبه من بعد ما تركب حضرتك هاي الاختراع للزبون وبيجي لعندك بعد يومين بيكون عامل شغلات غلط فالنتيجه ما كانت على ذوقه ما في شادته مرته من شعره ما في حل ثاني هلا هو اخطاء ما في اخطاء هلا يعني انت هو عم يعمل شيء غلط بيكون هلا هو دائما في الى قطعه الشعر لازم يكون في الى عنايه خاصه لازم يكون في مثلا نقدر واحد يحط له مثلا بلسم كل فتره يعني لازم يفوت على غرفه ساونا مثلا طيب هلا هو لازم يكون اول شيء يستعمل اول شيء البلسم اوكي مشان تطرى يستعمل دائما البخاخ اللايفو اون هذا مطري للشعر وتسريح يكون في عندك تسريحه خفيف بس لازم دائما هو الشخص يكون في له عنايه بالقطعه ما انه يعني يقدر يحاول انه يتعبها يعني ما يجربها الا يرجيكم انه لا موضوع انه يفوت هو على الساونا ولا ما ساونا هلا هون بيعتمد هو على هو حسب اللاصق اللي حاطه صح اللاصق الثابت هو وقت يكون عندك اللاصق الثابت او في عندك اللواصق اللي مثلا اللي عنده مثلا بيلعب رياضه او مثلا في عندك مثلا اشخاص عندهم افرازات دهنيه يعني. كثير مثلا طبعا. جلده الراس هي حسب هون اللاصق هو المعتمد عليه تختلف من شخص اللاصق من شخص. اللي بيعتمد على تبع الرياضه هذا بيجي لحاله اللاصق بيختلف عن الرولات اللي بنحطه هذا بيحطه مقوي للاصق تمام هذا بيتحمل درجات الحراره اوكي وبيتحمل العرق الزايد تمام وبيقدر ياخذ نتيجه مضمونه لوقت طويل بياخذ فتره طويله اكثر ما ضل غير نتشكرك كثير لوجودك معنا ويعطيكم الف عافيه انه عم تساعدوا كثير من الشباب لهيك تاخذ ثقه بنفسها اكثر اذا كان عندها مشكله بفقدان الشعر اهلا وسهلا فيك لك الله يسعدك يسعد صباحك اهلا وسهلا فيك شكرا